سلام وأمان ورحمة عليك أيا كان مكانك في هذه الأرض. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج امرأة من كوكب آخر. الطلاق أول فقرة هنبدأ عن الطلاق، هنتكلم عن الطلاق. تاني فقرة هندخل على مطبخ داليا. بس قبل ما أتكلم على الفقرات بتاعتي عايزة أوجه كلامي، أقول لكم لو عايزين تشتركوا في مسابقة المواهب تحت رعاية برنامج امرأة من كوكب آخر، التواصل على 012-72-36-229. الطلاق من الحاجات المنتشرة جدا جدا دلوقتي في مجتمعنا. ايه سبب انتشار الطلاق؟ ايه سبب ظهوره بالطريقة دي؟ طبعا انا مش ضد الطلاق ولا مع الطلاق، الاتنين اصلا يعني انا طبعا ربنا حلل الطلاق في سورة الطلاق، مفيش مشاكل، فانا مع الطلاق لو استحالت العشرة. لكن كمان انا مش عايزة يبقى في طلاق. ليه؟ عشان احنا ما طبقناش الآية القرآنية، وانا قلت كتير في الحلقات بتاعتي الآية القرآنية اللي بتكتبوها على كارت الفرح على طول في اي دعوه في اي فرح، نكتب بسم الله الرحمن الرحيم ومن اياته ان خلق من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. يعني ايه موده ورحمه؟ احنا ما طبقناش الموده ورحمه اساسا. لو انت طبقت الموده والرحمه وسمعت الكتاب السماوي وطبقت كل كلمه في القران مش هيبقى في طلاق اساسا. وربنا برضو بالرغم من كل ده ان احنا ما طبقناش الموده والرحمه في استحاله عشره فلازم يبقى في طلاق، ربنا برضو قال وعاشرهم بالمعروف أو فارقهم بالمعروف. يعني برضو في معروف حتى في الفراق حتى في الطلاق. تسريح بإحسان، يعني إيه تسريح بإحسان؟ يعني يبقى في ود، يبقى في يعني أنا اتطلقت مثلا أو حد اتطلق يبقى في أصدقاء، الزوج والزوجة أصدقاء حتى بعد الطلاق عشان مثلا في أولاد وحتى لو مفيش أولاد. فإحنا في تلك الحالتين ولا في الطلاق بنطبق القرآن ولا في الزواج بنطبق القرآن، هي دي المشكلة. فبالتالي بنلجأ للقضاء وبنلجأ للقانون هو اللي بيحل المشاكل بتاعتنا. طبعا النهارده هنتكلم عن قانون الطلاق، معانا المستشار استاذ رمضان ابو هنديه المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله، مشرفني النهارده. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك فندم. طبعا حضرتك هيتكلم النهارده عن الطلاق وحالات الطلاق الكتير. عايزين نعرف من حضرتك في بدايه اللقاء كده حالات الطلاق بالنسبه يعني في القضاء، ايه هي حالات الطلاق؟ اولا قبل ما نتكلم عن حالات الطلاق احنا تكملة لكلام حضرتك بوجه كلمة لكل زوج وكل زوجة انهم قبل ما يفكروا في الطلاق يراعوا ربنا في اولادهم، ان هم مش مسؤولين عن سوء اختيار الاب والام. خلاص استحالة العشرة ما بينهم اضطروا ان هم يلجأوا للطلاق. في انواع كتيرة للطلاق، طلاق للزواج باخرى، طلاق لوجود عيب، طلاق لعدم الانفاق، طلاق لسوء العشرة. طيب ايه ليه الزوجة بتلجأ لأسهل حاجة وهي الطلاق بالخلع؟ انا ما انصحش اي زوجة لما تيجي تقرر الانفصال ما تلجأش للخلع. اعتقاد خاطئ من الزوجات اللي عايزة تنفصل للاستحالة، خلاص ما بقاش فيه سبيل ما بين الزوج والزوجة انهم ما يستمروا. طب حضرتك معلش مع يعني مع احترامي لحضرتك، ليه مش بتخلي الزوجة تلجأ للخلع؟ مش عايزها تلجأ للخلع؟ لا ليه؟ حقوقها هتضيع. طب ما حقوقها هتضيع، ما هو الزوج مش هيطلق. اعتقاد خاطئ من الزوجات ان الطلاق للضرر او انواع الطلاق الاخرى هتطول في المحاكم، هتقعد سنة هتقعد سنتين. لا يا فندم ده خطأ، ما بتقعدش سنتين وثلاثة والحاجات دي كلها، بس بتلجأ للخلع علشان عايز تخلص. لا، ممكن تلجأ للطلاق للضرر علشان تاخد كل مستحقاتها، مستحقاتها الشرعية بتضيع في الخلع. طب ازاي هتثبت الضرر ده حضرتك؟ يعني أنواع بطرق كتيرة جدا. يعني عدم الإنفاق ده سهل بشهادة الشهود. سوء العشرة، لو في هو اعتدى عليها بالضرب أو في محاضر كانت موجودة قبل كده وبشهادة الشهود، ده كل ده إثباتات. ما هو ده اثباتات لو في محاضر واعتدى، اعتدى عليها بالضرب وما عملتش محضر في شهود، ومفيش بقى ما فيش في شهود، شهود من اهلها بقى، في شهود من اهلها، ايه المشكله؟ ما هو دول الواحد دول يعني الشيء الطبيعي ان هم هيكونوا موجودين. تمام. ما يعني هنجيب حد من الشارع يقعد يحل مشاكلنا في البيت؟ لا، هيكون موجودين حد من الاهل، حد من اهلها، حد من اهلها. لكن قبل ما نتكلم ان هي تلجا للقضاء، في عندنا في قانون الأحوال الشخصية جميل جدا، قانون الأحوال الشخصية المصري بيدي كل الحقوق للزوجة. بس قبل ما بنبدأ ونقول أنا هرفع دعوة طلاق
في عندنا مكاتب اسمها مكتب التسوية، بتلجأ الزوجة لمكتب التسوية اللي هو حل النزاعات. في دول الخليج اسمه اللي هي الإرشاد الأسري. مكاتب التسوية هي ليها دور فعال إنما غير فعال حاليا، هو غير فعال. مكاتب التسوية ده إجراء روتيني جدا، بنروح بنقدم طلب تسوية النزاع ودي ما بين الطرفين، بيبعتوا للزوجة وبيبعتوا للزوج إن هما يحضروا ويبتدي الحل الودي في مكتب التسوية، وده ما بيتمش لأن ما فيش حد قانوني أو حد مدين له السلطة إن هو يجبر طرف من الأطراف على الحضور لاتخاذ إجراء قانوني معاه. بره لأ، فيه بنبعت وبيحضر الزوج وبيقول له أنت المفروض تصرف عليها وتصرف على الأولاد، بتجهز لها بيت، بتعمل واحد اتنين تلاتة، وده بيبقى مكتوب ومختوم مش موجود في مصر. ما هو احنا عايزة بقى أقول لحضرتك موضوع حقوق المطلقة في مصر، يعني هي مش واخدة حقها خالص، واخدة حقها جدا غير الدول العربية وغير الدول الأوروبية، بالمقارنة بدول العربية والدول الأوروبية. ليه؟ عايزين نغير القانون ده. هي واخدة واخدة حقها جدا، مش هقول لك لا مش واخدة حقها جدا عشان ما ممكن ايه يعني، لا واخدة حقها، واخدة حقها جدا. فقانون الأحوال الشخصية مديه القانون مديها حقها بالكامل، انما في تباطؤ في التنفيذ. يعني لما بترفع دعوى النفقه ممكن تاخد سنه لغايه ما تتحكم لها بالنفقه. لو ما فيش عنده شغل معلوم، جهه عمل معلومه تقدر ان هي تستقطع النفقه بتاعتها من مرتبه، هتلف حوالين نفسها بالبلد كده. هتروح هترفع بعد كده دعوى حبس، ودعوى الحبس تقعد فيها سنه تاني. يبقى لما تصرف النفقه بتاعتها المتجمد اللي هي قعدت سنه رفع القضيه فيها والمحامي شغالها، هتاخد لها سنه كمان، وهتصرف كل ده على عاتقها طبعا، وده شيء صعب عليها. عايزين طب اتفضل كمل حضرتك. لكن في حاجه كانت وهي موجوده في القانون عندنا، النفقه المؤقته. ده لو اتفعلت برضو بطريقه صح بنطلبها نفقة مؤقتة للزوجة لحين الفصل وتحديد مبلغ النفقة اللي هيتحدد بناء على الدخل المادي والحالة المادية والاجتماعية للزوج. لو حصل ده وتحدد وبقى فيه نفقة مؤقتة اتعملت على الزوج وقت ما الدعوة شغالة، هيبقى فيه حلول كتيرة، وهنبدأ ان احنا ما نطولش في اجراءات التقاضي. لو مكاتب التسوية اشتغلت بالكيفية اللي احنا شرحناها، وبقى في حل جذري في مكتب التسوية، وفي إجراء وفي أمر تنفيذ يصدر من مكاتب التسوية، هيبقى في تخفيف على عبء القضاء. يعني احنا دلوقتي عندنا مشكلتين، عايزين نشغل مكاتب التسوية صح، وعايزين يكون في نفقه مؤقته عشان الوقت اللي القضاء بياخد سنه مثلا، سنه ده كتير جدا ان القاضي يحكم مثلا زوجه معاها اولاد مش عارفه تصرف عليهم، تروح تقعد تعيش عند اهلها ماتوا، طب هتعمل ايه؟ يبقى الحل ان احنا نعمل نفقه مؤقته دلوقتي. طب صح ولا طبعا طبعا تمام. طيب عايز اعرف من حضرتك ايه حقوق المطلقه في حاله وجود اطفال؟ المطلقه ليها حقوق شرعيه تخصها هي، وفي حقوق للاطفال. بداية ما ينفعش ولا يجوز التنازل عن الحقوق الخاصة بالأطفال اللي هم في حضانة المطلقة اللي هي الحاضنة. سن الحضانة 15 سنة، في ال 15 سنة دول بيبقى الطفل في حضانة الأم. ليها حقوق خاصة بيها هي لو اتطلقت عن طريق القضاء، أو الزوج طلقها بإرادته المنفردة. في مؤخر صداء، في نفقة عدة، في نفقة متعة، دول خاصين بيها. ولو طلبت نفقة شخصية، النفقة ليها هي خلال فترة قضية الطلاق، بتاخد النفقة دي لحين صدور حكم الطلاق. لما يصدر حكم الطلاق وقبل ما يصدر حكم الطلاق في نفقة للصغار، بعد ما يصدر حكم الطلاق في الأجور، مش نفقات، أجور. أجر مسكن لو ما خدتش قرار تمكين من منزل الزوجية، أجر حضانة، أجر الرضاعة لو الطفل أقل من سنتين ويقف أجر الرضاعة لو عدى الطفل سنتين، في مصاريف المدارس بتاعة الأطفال. هي كل دي مصاريف عليها هي.
للأسف بتدفعها طبعا. وبعد كده بتبدأ تحصلها لو ما حصلش اتفاق ما بين الزوجين ان هو يسدد المصاريف بتاعت يعني المدرسة. الحاجات دي ممكن تاخدها بأثر رجعي؟ تاخدها بأثر رجعي المصاريف اللي انا قلت عليها، انما نفقتها هي بتتاخد بأثر رجعي لمدة سنة لا تجاوز سنة، يعني ما ترجعش سنة، لأن طبيعتنا احنا كشرقيين ما بيحصلش الطلاق أو بتلجأ الزوجة للطلاق يعني بشكل مباشر، لا بتبدأ إن هي حصلت مشكلة بتقعد عند الأهل عندها في البيت شهر شهرين 3 شهور لغاية لما يشوفوا يحاولوا مساعي الصلح تشتغل، ما حصلش بنفوجئ إن الزوجة تبدأ تاخد إجراءات التقاضي بعد 6 شهور بعد سنة. طب والفترة اللي قعدت فيها دي كلها؟ طب بالنسبة لحالة الخلع، احنا قلنا الطلاق حقوقها، طب في الخلع حقوقها ايه؟ حقوقها نفس الحقوق اللي بتاخدها للصغار فيما عدا حقوقها الخاصة بيها، يعني ملهاش مؤخر صداق، ملهاش نفقة عدة، ملهاش نفقة متعة، ده في الخلع، ملهاش نفقة خاصة بيها. لكن لها شقة، بيجيب لها شقة، بيجيب لها الحضانة، دي الأجور يعني. لا دي ده أجر المسكن، وده وتاخد أجر المسكن لو ما خدتش قرار تمكين من منزل الزوجية، وقرار التمكين بيصدر في منزل الزوجية من أول يوم، وعند المحامي العام بيدي أمر التمكين يعني بعد المحضر ما بيتم في خلال 2 أو 3 شهور. يعني ممكن تقعد في الشقة بتاعتها وتغير قانون الشقة مثلا؟ مش تغير قانون الشقة، لأن قرار التمكين بيصدر بالمشاركة في حالة عدم الطلاق. قرار التمكين بيصدر بالمشاركة، أنا في مفيش طلاق لسه، يعدل قرار التمكين بالمشاركة ليها هي منفردة بعد حدوث الطلاق، قبل كده ده بتاعها هي. لو اتكلمنا بقى في الحاجة المشتركة ما بين الخلع والطلاق، هي قايمة الزوجية، تاخد القايمة في الطلاق بتاخد القايمة وفي الخلع بتاخد القايمة. في ناس كتير يقول لك لا خلاص هتخلع خلاص ملهاش قايمة، لا يا فندم ليها قايمة، قايمتها تاخدها بالكامل، ما فيش فيها حاجة متكسرة، وعفشها وكل حاجة، كل حاجة تمام. طب ولو فيها حاجة متكسرة، يعني بيبقى فيه تعسف شوية أو يعني للضغائن ما بينهم، في خبير بيقدر التلفيات وبيكتب التلفيات دي مبلغ كذا، تدفع مع الحاجات اللي خدتها. طيب إذا بيقول في سؤال، إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا أيوة وانقضت عدتها كويس ثم مات زوجها تمام فهي لا تلتزم بعدة الوفاة؟ خلاص عشان هي اتطلقت 3 شهور كده؟ لا هي مش عشان اتطلقت وخلاص، هي علشان فترة العدة عدت. الحالة دي اتكلموا عنها مشايخنا، لو حصل الطلاق، في طلاق الطلاق الرجعي اللي هو مش 3 طلقات، الطلاق الرجعي مش الطلقة التالتة، بيبقى في فترة العدة. في فترة العدة دي لو زوجها اللي هو بقى طلقها توفى، في الحالة دي هي ما بتستناش فترة العدة، هي ما كده ما بتعتدش العدة، زوج بتنقل زوج عادي ولا ايه؟ بتنقل على عدة الوفاة مش عدة الطلاق. بتبقى 4 شهور لأنها هترس. 4 شهور لأنها هترس. طيب لو طلقها وعدت المدة بتاعت العدة، خلاص مدة العدة خلصت، ما تعتدش للوفاة لأن ما بقتش على ذمته ومش هترس خلاص. فهي في فرق ما بين دي وما بين دي، يعني لو آخر شهر جوزها مات هترس. انما في بيبقى الطلاق اسمه طلاق فراش الموت، يعني مثلا واحد عارف ان خلاص هيموت، قدر الله عنده مرض وعارف ان الدكتور قال له انت هتموت كمان شهر، فنكاية في زوجته طلقها. لو اثبتت ان الطلاق ده تم فراش الموت، الطلاق ده لا يعتد بيه وتعتد عدة وفاة وترس. بتثبت بالشهود بقى، يكون في شهود أو شهود ودلائل طبية ان ده كان طلاق في فراش الموت. طب لو طلاق اللي هو البائن، الطلقة التالتة، الطلقة التالتة خلاص هي، يعني احنا بنقول ايه، احنا لو كنا هتعتد عشان هترجع، هو طلاق رجعي، رجعي الطلقة الرجعية، يعني الزوجة الرجعية هترجع تاني، انها بعد 3 طلقات لو في الطبيعي وهو عايش ايه اللي هيتم؟ هجيب محلل. محلل ده وده غلط يعني مش صح، بس هو اللي بيتعمل بيجيب هو محلل. هو المحلل ده عقاب.
ده عقاب من ربنا. عقاب من ربنا يا جماعه. ده عقاب من ربنا. طلقه تالتة ايه بس؟ ما هو ده يعني احنا عايزين نتكلم في سوء الاختيار من البدايه. انت اخترت زوجتك وانت اخترت زوجك، هل انت خلال فتره الخطبه ما كان يعني ما بانلكش العيوب؟ لا، بنت لك العيوب. طيب لما بنت العيوب انت عملت ايه؟ تغاضيت عنها وقلت ان بعد الجواز ان شاء الله هتصلح الامور. لا، ده هتتغير. وهي برضه الزوجه برضه نفس النظام. لا، بان عيوب في الخطوب. تفوجئ يا فندم ان بعد الجواز بست سنين ده بخيل. بخيل ازاي؟ بيبان بعد ست سنين. ازاي باين بقى؟ يعني بعد ست سنين وخلفتي ولدين وخطبك سنتين او سنه وبعد وظهر فجاه انه بخيل؟ كلام مش منطقي طبعا. هو بخيل من الاول وانت عارفه بس من درهيه. فسوء الاختيار. الحب عامية بس سوء الاختيار. هو الحب هو السبب في اللي بيحصل ده كله. لا، سوء الاختيار ما ينفعش يتعاقب بيه الاولاد. انا جاتني حالات يعني الاولاد مش 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 تعبوا نفسيا، اتدمروا من انفصال الوالد والوالده. مشكله يعني. ما وده شيء غير مستحب. ما هو برضو عشان نتكلم، برضو عشان نقول الطلاق مش يعني الطلاق حلال يا جماعه، وموجود صوره الطلاق وكل حاجه تمام. وقلت قبل كده ان الولاد ممكن يدمروا نفسيا في الزواج وممكن يدمروا نفسيا في الطلاق. هو اساسا احنا قلت لكم مش بتطبقوا صح، سواء زواج او طلاق الاثنين غلط. يعني الطلاق الطبيعي قلت تبقوا اصدقاء يبقى ودي عادي، ايه المشكله؟ ما هو ربنا قالك فارقهم بالمعروف. لو فارقتهم بقى بالمعروف صح، اصلا الاولاد مش هيتدمروا. الاب والام عادي موجودين، الاب بيدي كل حاجه للام، مفيش مشاكل، وانتم منفصلين عادي. لكن احنا ما بنطبقش حاجه، صح ولا لا؟ كلامك مظبوط. طيب الام بعد الانفصال هل يحق لها انها تعمل جواز سفر وتسافر بره بدون علم الاب؟ تعمل جواز سفر، المشكله ما خلاص انفصل. للاولاد. بس للاولاد. للاولاد ليه الحق ان هي تعمل جواز سفر للاولاد؟ المفروض ان هي بتاخد موافقه علشان تخرج بيهم وتسافر، تروح هنا او هنا. بس سافرتي مفيش مشكله، بس هنا بقى يحق للزوج انه يسقط عنها الحضانه. لان بسفرها هي عملت ايه؟ منعته من رؤيه اولاده. تمام. وممكن ما ترجعش تاني. فهنا يقدر يسقط عنها الحضانه بحكم قضائي. وبالتالي اللي تليها في الحضانه هي اللي تطلب نقل الحضانه ليها، او اذا كانت ترغب او لا. طب شروط الرؤيه بقى. تمام. الاب لاولاده او الجده والجد مثلا لو عايزين يشوفوا احفادهم. طيب احنا هنفرق ما بين الرؤيه بتاعه الاب والرؤيه للجد والجده. رؤيه الاب هي بتبقى بحكم قضائي الا اذا كان في اتفاق ما بين الطرفين ان هيشوفها، ما هيش ياخد الاولاد خميس وجمعه ويرجعهم او كده، زي ما يكون الاتفاق ما بينهم. انما بحكم قضائي الرؤيه هي 3 ساعات موجوده في مركز شباب قريب من سكن الزوجة اللي هي الحاضنة المطلقة، قريب من سكن الحاضنة يوم الجمعة في مركز شباب، ده بيبقى بحكم قضائي. طيب اللي بيتظلم في الموضوع ده الجد والجدة، بيتظلموا ظلم كبير نتيجة سوء اختيار ابنهم أو نتيجة المشاكل اللي حصلت، ما بيشوفوش أحفادهم. في نص في الدستور اتحكم بعدم دستوريته بخصوص رؤية الجد والجدة للأحفاد في وجود الأب، لأن كان بيقول خلاص أصل هو هيشوفهم فهيوديهم لجد والجدة يشوفوا. ظروفهم الصحية ما تسمحش. فالنهارده يقدر الجد والجدة يقدروا إن هم يرفعوا دعوة قضائية بالرؤية، يقدروا إن هم يطلبوا استضافة الصغير لمدة 24 ساعة ويترد تاني مع رؤية الأب برضه، ما يمنعش. طب عايزين نعرف نصائح كده قانون الاحوال الشخصيه، اهم النصائح. والله احنا عندنا في نصائح كتير جدا في قانون الاحوال الشخصيه، اتمنى كنت تكون اتعرضت على الشاشه. ما هو للاسف ما مش عارفه يعرضوها. يعني احنا يعني اتكلمنا في سن الحضانه يكون 15 سنه للولد والبنت طبعا. وبعد سن الحضانه ده بيخير الصغير ان هو يكمل فتره الحضانه، الفتره فيما بعد سن 15 سنه مع الام ولا مع الأب بعد 15 سنة. طب لو اختار الأب ينتقل خلاص مفيش أي مشكلة. حسب الطفل. طب اختار الأم يروح للأم بس بدون أجر حضانة.
طب حته صغيره، لو الزوجه اتطلقت من جوزها وهي بحضانه اولادها بس اتجوزت، تتجوز مفيش اي عادي مشكله. ممكن الزوج يرفع قضيه عليها ان هي اتجوزت ومهمله لاولادها وياخد الاولاد؟ لا هي تتجوز مفيش اي مشكله، بس ده يسكت عنها الحضانه، يسكت عنها حقها الحضانه ده شرعي، احنا مش هنقول لا يعني، لا، يسكت عنها الحضانه. يسكت عنها الحضانه فورا. الجده اللي هي الام، الام ليها ان هي ترفع دعوه نقل وضم حضانه صغار ان بنتها اتجوزت، وتقدم قسيمه الجواز بتاعت بنتها فتاخد الحضانه بتاعت الاطفال. هنا بتحل الجده الام محل الام الزوجة بالظبط، ما بتاخد كل المميزات بتاعتها تمام. من الاول للاخر. طبعا احنا اتكلمنا، ما اتكلمناش عن النفقه. بتشمل ايه؟ هي النفقه ليها نوعين وثلاث انواع. في لو اترفعت نفقه بنوعيها ماكل وملبس، وفي ماكل وملبس ومسكن. طيب في بيحصل خطا ان ياخد المحامي اجراء بفرض نفقه، دعوه فرض النفقه للصغار، نفقه بانواعها الثلاثه. بعد كده اجي اتكلم في المسكن. ما انت دخلت النفقه، دخلت المسكن من ضمن النفقه. لذلك بننصح اي واحده تاخد اجراء قضائي لما تيجي ترفع النفقه تعمل نفقه صغار بنوعيها، ماكل وملبس، علشان تاخد فرصه اذا كان لو في قرار تمكين او تاخد اجر مسكن او خلافه. وطبعا احنا قلنا ما فيش جمع بين اجر المسكن والتمكين، مش هينفع يبقى واخده تمكين من مسكن الزوجيه واخد اجر مسكن، لا لا يجوز طبعا. وممكن للزوج، ده هنتكلم عن حق الزوج بقى شويه، ما عشان الوقت اصلا الوقت بتاعنا خلاص هينتهي. يعني الزوج حاجه بسيطه خالص، ان بعد سن 15 سنه يرفع دعوه استرداد مسكن الزوجيه بعد انتهاء سن الحضانه. ده مسكن الزوجيه وكان من ماله الخاص، فليه ان هو يرفع دعوة استرداد لمسكن الزوجية ويرد المسكن تاني بعد انتهاء الحضانة للأم. بس الأم على طول مظلومة والزوجة على طول مظلومة، عشان كده احنا بنقول يعني ربنا بيقول الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا، أنفقوا كل حاجة، أنفقوا حب، أنفقوا فلوس، أنفقوا، عشان كده الرجل هو القائد وهو اللي يطبطب وهو اللي يعمل الرحمة وهو اللي ما يطلقش أساسا، ويشوف مشكلة الزوجة إيه يطبطب عليها زي ما ربنا قال، ويبقى في حب ومودة طبعا، وهي تساعده في كده وهي تساعده في كده وهي تساعده صح، هي تساعده صح، هي تساعده في كده، وأهلها وأهله يحاولوا يوفقوا بينهم على قدر الامكان، تمام، لان تمام. بيبقى في سبيل كبير يعني شق للاهل في الانفصال. تمام، متشكره قوي يا فندم، انت شرفتني النهارده، متشكره. أهلا بيك. احنا هنطلع فاصل عشان نرجع المطبخ داليا، انتظروني.